السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. النهاردة فيديو سريع إن شاء الله في 5 دقايق كده بسرعة بخصوص موسم الشتاء والبرد والسقعة وموسم الولادة في الأغنام اليومين دول. النهاردة هنتكلم عن الالتهاب الرئوي عند مواليد الأغنام، في المواليد سواء ماعز سواء أغنام. المواليد حديثة الولادة اللي هي عمرها ما بتجاوزش الشهر بتبقى حساسة للبرد للسقعة في الأيام دي بالذات، فممكن بتصاب بالبرد. بدايتها يكون برد، بعد كده ما اهتمتش بيه بيقلب لالتهاب رئوي. بداية الأعراض إيه؟ رقم واحد الأساسي، ممكن ما يكونش فيه مخاط في الأنف، وممكن يكون فيه مخاط في الأنف عبارة عن التهاب في الجيوب الأنفية، يعني في الجهاز التنفسي العلوي، ملوش علاقة بالرئة، بس احنا بنتكلم النهاردة عن الرئة، الخطورة في الالتهاب الرئوي. الحاجات الصغيرة دي حساسة للالتهاب الرئوي بالذات، مناعتها حساسة لسه، المناعة ضعيفة تعتبر بالذات في أول شهر بعد الولادة. المواليد الحديثة اللي عمرها أقل من شهر أو في حدود الشهر شهرين ممكن تصاب بالالتهاب الرئوي. بدايته بيكون كحة مع حشرجة في الصدر، حشرجة في الصدر بمعنى خربشة في الصدر، دليل على وجود بلغم. البلغم ده داخل الرئة دليل على وجود بداية التهاب رئوي. علاجه في البداية سهل جدا 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 والله، أكتر من حالة ومن إبرة واحدة والحمد لله، وناس كتير اتصلت عليا وكلمتني عن المواليد والالتهاب الرئوي، عنده التهاب رئوي وقلت له العلاج والحمد لله والله جاب نتيجة، وبتشكروا كلهم الحمد لله، بيقولوا جاب نتيجة من أول إبرة. هي إبرة بتتاخد وممكن تتعاد بعد 48 ساعة، وإبرة بنستخدمها على طول وهي الفلور فينيكول. الفلور فينيكول ممتاز 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 للجهاز التنفسي في الالتهاب الرئوي، في الكحة، في بداية الالتهاب الرئوي، مش الالتهابات الرئوية المتقدمة. الالتهابات الرئوية المتقدمة بيجيب نتيجة كويسة بس ممكن يكون مفعوله ضعيف شوية، بتحتاج مضاد حيوي أقوى. ولكن في البدايات زي كده في صغار المواليد 1 سم اللي هو عمره شهر أو أقل، 1 سم تحت الجلد، هو الإبرة حراقة تقيلة خالص، ممكن تلاقي بالمصري كده بيفرفط كأنه مدبوح الغنم أول ما المولود أول ما تحقنه، الإبرة حارة تقيلة. بس ما فيش مشكلة، 5 دقايق وبيرجع طبيعي 100%، فيش أي مشكلة. يوم يومين بتلاقي الخربشة اختفت تماما، في خلال 48 ساعة الخربشة اللي في صدره، أنت بتمسكه من صدره بترفعه على إيدك، لو تحطه على ودنك حتى كأن سماعة الدكتور، هتسمع خربشة خالص، صدره مخربش خالص من البلغم. إبرة فلوريكول، فلور فينيكول 1 سم، فلور فينيكول ده اسم المادة الفعالة، بنعيد ونكرر 1,000,000 مرة، فلور فينيكول ده المادة الفعالة في أي مكان في العالم، اسمها ثابت، أسامي التجارية كل واحد وكل شركة ولها اسم. الفلور فينيكول في مصر هنا في منه أسامي تجارية، فلوروميد، في فلوريكول، فلوريكول، في بانفلور، دي كلها المادة الفعالة فلور فينيكول. بس أنا بكلمك لأي دولة في العالم، الدولة اسم المادة الفعالة فلور فينيكول. بياخد 1 سم تحت الجلد، المولود ياخد 1 سم تحت الجلد، خلال 48 ساعة بتختفي البلغم خالص من صدره. لسه في خربشة خفيفة، لازم تخف الخربشة، لو في لسه بعد 48 ساعة خربشة خفيفة احقنه 1 سم تاني بعد يومين تحت الجلد وخلاص على كده. وعن تجربة، ويا ريت أي حد جرب، أي حد من اللي جربه، اللي أنا كنت كانوا من الناس كتير كانت مكلماني على الواتس وقلت لهم المضاد الحيوي وجاب معاهم نتيجة، أي حد جاب معاه نتيجة يكتب تعليق أسفل الفيديو. وأنا عن نفسي مستخدمه أكتر من حالة، بس للأسف ما كنتش موثقها بالفيديوهات، ما كنتش عامل فيديوهات لسه، كانت عندي مواليد صغار حوالي شهر ونص، وفي 2 أو 3 جالهم برد، خربشة في الصدر، بدأ البلغم، بدأت الكحة، من أول سنتي اختفت تماما خلال 24 ساعة. خلال 24 ساعة اختفت البلغم تماما. فدي كده فيديو النهاردة إن شاء الله عن الالتهاب الرئوي في مواليد الأغنام، في الصغار، المواليد حديثة الولادة، الصغار حديثة الولادة يعني، الأغنام حديثة الولادة. طبعا في أدوية تانية، أنا بتكلم عن الأدوية اللي استخدمتها، في أدوية كتير يا جماعة للالتهاب الرئوي، أنا مش بقول لك إن هي تحصرها في ده. أنا بتكلم على اللي أنا جربته واشتغلت بيه. ما بتكلمش على ان هو مفيش غير ده، لا، في ادويه كتير بتجيب نتيجه،
انا بستخدم بجيب يعني الادويه اللي بستخدمها بحاول قدر المستطاع من ابره واحده، وبحاول قدر المستطاع اظبط الجرعه بحيث تيجي من مره واحده، ما بحبش كثره ادويه في العلاجات. فانا طبعا لو عجب الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناه ليصلك كل ما هو جديد ومفيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.